جد مهمه جد مهمه كيقصوا لك جانب فوالا السلوك يعني حتى التلاميذ اللي تعاملتوا معاهم في المساله كتلقى تلميذ مثلا في السلوك ديالو ماشي بحال التلميذ الاخر واحد مربي واحد كيبان لك انت بانه مربيش وكي يعني كيقلقك في الداخل ديالك ها المشكل هو اننا اون اكسكلو هذا التلميذ هذا كنخرجوه من المقام يعني كنستبعدوه استبعاد وهذا الاستبعاد هو خطير او اننا كنقارنوه ما بينه وبين الاخر بالعكس خصنا دائما نخليوه داخل وكنعرفوا بان علاش خصنا نفهموا علاش هذا الطفل مختلف على هذا اشنو من وراء يعني في النفسيه ديال الطفل اللي جعلته يكون هكا راه مختلف على النفسيه ديال الطفل الاخر اذا هنا الا فهمنا هذه المسائل هذه هذاك الطفل هو اللي محتاج لاتونسيون ديالنا اكثر من الطفل الاخر حنا بالعكس هذا الطفل كندويو عليه علاش ما تقراش وشوف هذا وعلاش ما وعلاش ماشي كنزيدو مثلا كنأزموه هو انه ما يقدرش يخدم الوغ هذا الطفل اللي عطيتيه شويه ديال الوقت من وقتك والمحبه والحنان وحاولتي تفهمي وحاولتي تفرقي ما بين السلوك والشخص كنقدروا ناجيو على الشخصيه ديالك نعم فعلا كنمرت الاسئله ديالي معايا ولكن ملي كنشوف داك الطفل وديك الطفله كنلاحظ مثلا انه يتيم الاب او مبسط فاش عايش او ما عندوش كاع الاب ما كاينش كاع يعني ولادا كنقول شنو دار هذا الطفل هذا راه كنقولها دائما كنقولها كنقول انا اشبع الام ديالو والاب ديالو كيدير صح في العلاقه كيبدا دونك اللي خصنا حنا هو اننا نصبروا في هذا الوقت هذا نصبروا فيه كمربي ك يعني اباء وكاساتذه الهدف ديال هاد اللقاء اللي كان اليوم مع الأستاذات والأساتذة هو يعني بطرف توعوي توعية الأستاذ أو الأستاذة بضرورة حسن المعاملة وحسن التواصل مع التلاميذ يعني بأنه اللي ركزنا عليه هو أن الإنسان عنده ثلاثة المراكز يعني كاين المركز الفيزيائي وكاين المركز العاطفي وكاين المركز الفكري والإنسان عنده يعني تريسيفال عنده لي تخوا سيرفو غيبتيليا لامبيك اي نيو كورتكس عندهم علاقة بنا الإنسان ملي كيكون فاهم هذه المسائل هذه كيعرف التلميذ أش من مركز هو فيه واش في الفيزيائي واش في الفكري أو في العاطفي والمركز العاطفي هو اقوى المراكز يعني مثلا بان الانسان في الامتحان ملي كيجيه الخوف هو حافظ وعنده معلومات كثيره ولكن هذا المركز العاطفي ملي كيطلع داك الخوف كياثر وكيولي المركز العاطفي هو اللي شاد لو غولي وكياثر على المركز الفكري اللي هو مخزن المعلومات اذا فهنا كنتعلموا تقنيات باغ اكزومبل ديال لا ريسبيراسيون ابدومينال واحد 5 دقائق الانسان كيركز على لا ريسبيراسيون ديالو على التنفس البطني العميق واحد 5 دقائق ويرتاح هذاك المركز العاطفي ديالو باش انه كيقدر يتواصل ايجابيا وبانسجام مع المركز الفكري باش انه ياخذ الافكار واللي ركزنا عليها يعني كثير هو ان الطفل يعني كيعاني في الاسره ديالو لانه كان اعطيناه فرضنا عليه واحد النوع من التربيه وهذا الفرض من نوع التربيه تلمي الطفل باش انه كي سو بروتيج كيحمي نفسه كي يديفلوبي واحد استراتيجيات فحال الكذب فحال دونك لافيديتي الشراه فحال الانانيه فحال باش انه كيحمي نفسه من هذاك الكونديسيونمون اللي عطاته الاسره ديالو اذا فالاستاذ ملي كيكون عنده علم بهذه المسائل هذه ما غاديش يبقى يتصرف نفس التصرف مع جميع التلاميذ وغادي يولي ياخذ بعين الاعتبار الجانب النفسي علاش هذا التلميذ كيكذب او علاش هذا التلميذ هو ما كيتصرف ما كيقراش مزيان او انه ماشي فحال هذا واللي مزيان هو اننا ما نقارنوش تلميذ بتلميذ وقدامه يعني بان نكسكلو نستبعدوا التلميذ اللي ما كيقراش مزيان والتلميذ اللي كيكتب والتلميذ اللي السلوكيات ديالو هي يعني غير جيده فنقبلوا التلميذ كيف ما هو ونفرقوا ما بين الشخصيه ديالو وما بين السلوكيه ديالو لانه هو كشخصيه راه عنده واحد الروح طيبه بالفطره وبانه هذيك السلوكيات اللي اكتسبها هي مكتسبه يعني وباننا عرفناها بانها مكتسبه غادي نتقبلوا الطفل كيف ما هو والتلميذ كيف ما هو وغادي نحاولوا حتى لو بغينا نوصلوا ليه شي حاجه ونقابلوه بالمحبه لان المحبه هي الاصل ديالنا واي تواصل واي لا بغيتي تقول اي علاقه اللي ناقصها محبه هي كتكون علاقه فاشله اذا فالمحبه الى غمرنا هذا التلميذ هذا بالمحبه ولو انه سلوكياته خاطئه ولا خديناه ولكن ما نديروش له الملاحظه قدام التلاميذ الا خديناه على انفراد وعطيناه يعني قلنا له بانه علاش كيدير هذه المساله دي وبحثنا على السبب اللي خلاه يكون بهذا السلوكيات هذه هذا غادي يعاوننا كثير
كثير وغادي يعاون التلميذ وغادي نكونوا في اطار باننا كناخذوا اجرين في اجر ديال التعلم لاننا كنمدوا التلميذ بمعلومات واجر ديال اننا كنساعدوه نفسيا وكنغبروه بالمحبه وبالانتباه اللي هو محتاجها لاتونسيون لان لو مونك داتونسيون هو اللي كيخلق عند الطفل هذه المسائل هذه ما اننا ما كنتبهوش له فهو كيلتجئ باش انه خصو يكون في شراهه او خصو يكون في انانيه او خصو يكون في يعني في غضب باش انك كتنتبه له باش وكتعطيه الوقت ديالك اذا فهذا هو اللي حس هذا هو النوع ديال هذا اللقاء يعني الهدف ديالو كان تحسيسي بالنسبه لهاد الاساتذه وعرفناهم بانهم خصهم اولا يهتموا هما بنفسهم وذاتهم ويعرفوا هما شخصيا كيفاش كيتكونوا كيفاش عندهم هاد لي تري دو كاركتير كيفاش انهم عندهم هما انانيه وعندهم حتى هما هذيك لافيديتي الشرهه وعندهم وخصهم كيفاش انهم يعرفوها عندهم ويتقبلوها ويتقبلوا التلميذ حتى هو اللي راه هما نفس مر بنفس المراحل كنظن بان هذا هو اللي كان لقاء وعرفنا طاقيا كيفاش ان الانسان الشاكرا ديالو لان المراهق في الوقت ديال الشاكرا الثالثه اللي هي شاكرا ديال الضفيره الشمسيه كيكون المراهق في حاله في تغيرات فيزيولوجيه وافرازات هرمونيه اللي بعض المرات كتادي باش انها كتخلي المراهق كيكون في حاله اكتئاب وكيكون في حاله بانه كيكون الشخصيه ديالو وكيفرض الذات ديالو في هذا الوقت كيكون كيتهرب من الاباء ديالو لانهم كيفرضوا عليه شي حوايج كيكون هو خصو واحد ليسباس باش انه يفرغ على اشنو عنده في الداخل ديالو هنا كيولي بعد من الاباء ديالو بداك باش كيفرضوا عليه وكيبدا يبحث في الخارج على يعني مع من غادي يلقى النفس ديالو والذات ديالو وهنا فين كنلقاو مخدرات وكنلقاو هذه المسائل هذه لان كيتبلى بها الانسان باغ كونطخ هذا المراهق ملي حنا كنقبلوه وكنعرفوا بانه هذا التغير الفيزيولوجي وكنعرفوا بانه راه هو كيكون في الضفيره الشمسيه ديالو في الشكرة ديال الضفيره الشمسيه ديالو لانه خصو يفرض ذاته كنتقبلوه بهذه المسائل هذه ولكن هي مرحله وكتمر يعني فلاش ديال 22 سنه كيبدا عاوتاني كيتقلب على المحبه كتبدا الشكرة ديال القلب كتبدا تخدم كتبدا ديفلوبا كتبدا تنمى وكيبدا المراهق كيرجع كيعاود يقلب على علاقته يصلحها مع الاباء ديالو مع الام ديالو مع الاصدقاء ديالو وكتبدا الامور كترجع اذا الى الاستاذ فهم هذه المساله هذه ديال هذا كيكون ادى واحد الخدمه ايجابيه المراهق في هذا الوقت هذا بانه يتقبلوا ويحضنوا ما يستبعدوش وما يخليش باش انه يقدر يلقى يطيح في مشاكل كثيره في اطار اللقاءات والدورات التكوينيه التي تنظمها اكاديميه جهه الذهب الكويرة نحن اليوم في اطار ورشه منظمه من طرف الاخصائيه في التغذيه وفي الصحه النفسيه الاستاذه خديجه مطيوط. نعم اليوم نحن في ورشه في اطار مناقشه الصحه النفسيه والجسديه والتغذيه بالنسبه للاطفال، يعني ما يتعلق ما هو نفسي ايموسيونيل وما يتعلق بالجانب الصحي التغذوي. صراحه هي ورشه صراحه ممتعه جدا ومفيده في نفس الوقت. تحدثنا في يعني المراحل اللي كيمر منها الطفل منذ الولاده ثم المسائل النفسيه اللي كتطور مع مراحل النمو، كذلك بالنسبه للغذاء اللي متوازن او المتعلق اللي عنده علاقه بصحه الطفل في كل مرحله من المراحل. نحن هنا كاساتذه في التعليم هذا صراحه موضوع كيهمنا لانه عندنا علاقه مباشره مع التلاميذ وبالتالي حتى احنا غنفيدهم في اطار توجيههم نفسيا وصحيا وحتى علاقه بالغذاء ديالهم سواء قبل المجيء الى المدرسه او بعد الذهاب يعني الخروج من المدرسه. كذلك نفسيه الطفل، يعني الطفل يمر من مراحل الطفوله مراهقه ثم اذا هناك مراحل وبالتالي يجب تفهم هذه المسائل ويجب الاطلاع عليها ومعرفتها. وصراحه هي مفيده صراحه هذه الدوره صراحه مفيده جدا ورانا مزلنا في اطار مناقشه المواضيع اللي مازالت الاستاذه كتقدمهم لنا.